وتروا على عهد اليقين من سر ذلك الاذهان والتسعير
أشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله معمره بتبليغه لفرده ونفله عبد أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونوه به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وكمان منيرا فما عظمها من منة تبرم بها على البشر وفوزها من نعمة انتصرت سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها واسكى التحيات واوسعها انا هذا العبد الذي وفاك بحق الربوبيه وبرز فيها بحكمه القمر وقام بحق الربوبيه في مواطن حكمه لله واكبر عليه غايه الاكبر صلاة يتسق بها روح المصل عليه به فينبسط بقلبه نور التعلق به وحبه ويكتب بناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صحوة المجد بقربه ودفع يوسف الأسرى بنصر بوجوده وحبه ما قرأ أقوالا بنصر إذ قرار النزير اللهم صل وسلم أشرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أما بعد فلما تعلم إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تحسيس البشر الكريم بالتقديم والتكريم لا بد القدرة البارعة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بين التصوير في عالم كبير من الأرض الكبير عندما المشهور بالعين حاول وصول كمال القدرة والحسن التام والزمير فتنقى ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والمبور فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنكر في بروده ليتشرف به مصدر استقراره وموضع وروده وقد قالت الأبدر الأزلية بما قضت وأزال من سر هذا النور ما أزحرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره من أسباب الكاميرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادتي بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهور وبهار فتعلقت همة الراكب بهذه الحروف لأن يرفع في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت العصور لا تقتضي بعشر من عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين والا فانا تعرض الاقلام عن شعور خير الاداء ولكن انزلي لا تبني محافظ سير اشرف المخلوقين وما قضى الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقي رايته من ظلم الشهر على مر الايام والشهور والسنين داعي عنه في هذه الحضره الكريمه
ولا عند شوق السماء صافيا عظيما ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع يدعوني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني كماني ذلك المعين اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله Oh,
Oh.
مؤمن سلك لهيبته جميع خصومه يا خير مولود نبي يا خير مولود Oh,
Yeah.
المصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدرك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سوقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا فهو الفسق ونهض المحتوي على المعجزة إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله معزه الذي أخلق هيبة قوية التي ترتعد منها فراعس الأقوياء من البرية ومن نشر دمه تأثر الدروب والمنازل وبعرف ذكره لطيبة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بهيج المحمود إلا وهو متلك عن زين الوجود أجملته في وصف الحبيب وشعنه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عندك تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناني وقد انبسط الكرام في تدوين ما أخذه العلم من مقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به حال العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني عن مسك أئمة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله